في الحالة العادية الرجل الطبيعي أو اللي عنده سرعة قذف مش مركب دعامة، مجرد ما حصل القذف دي كارثة بالنسبة للأنثى. ليه؟ لأنها لو ما كانتش وصلت للنشوة العملية الجنسية انتهت. ولكن الراجل اللي مركب دعامة لو حصل قذف مبكر مش هتفرق مع المرض. ليه؟ لأن المتصل مازال موجود بفعل الدعامة. فهي عادي هو هيكمل معاه لحد ما تستمتع، لكن هو بالنسبة له بيكمل زي الروبوت، مفيش متعة. لأن حصل خلاص حصل مواد جنس مش حاسس بأي حاجة. فالحل إن إحنا بنعمله عملية على عجلنا تأخير القذف. بنقص حته جلد صغيره من الطهاره من هنا وعضله صغنونه من العضلات الاسفل القضيب، ادي واحد ادي اثنين، مده العمليه دقيقتين ومن نفس فتحه الدعامه، بتاخر مده القصف الى اضعاف مضاعفه، ما بتاثرش على الانجاب، ما بتاثرش على الانتصاب، ما بتاثرش على الاحساس، نتيجتها دائمه. يبقى كده الرجل استفاد بزياده المتعه اضعاف مضاعفه.